كابتن شريف، يمكن انطلاقه رائعه للنادي الاهلي المباريات الاربعه اللي فاتت، والنادي الاهلي النهارده ان شاء الله يواصل مسيرته بالمكسب في ارض غزل المحله العنيد. باذن الله يا كابتن، باذن الله بالتوفيق النهارده، ومبروك الاربع لقاءات. الدوري زي ما احنا بنتفرج عليه كده مفيش مباراه سهله يا كابتن ايمن. صحيح. كل الانديه بتبحث ان يبقى لها وجود في الجدول، وانهم يقتنصوا اي نقاط بتساعدهم لغايه نهايه الدوري. مظبوط. وخاصه الانديه اللي هي متوسطه، الانديه اللي هي دايما بتحب انها تبقى موجوده في الدوري. صحيح. انها تنافس والكلام من ده، هيجي يوم من الايام ان شاء الله يبقى البادجت بتاعهم كبير، ويبقى عندهم سكواد جامد يقدروا ينافسوا بجد ويقدروا يبقوا موجودين. وشفنا المحله السنه فاتت لولا الاهداف اللي عملتها في اول راوند والماتشات اللي كسبتها، هي دي اللي نفعته في الاخر، وده اللي انت بتقدر تعمله. اسوان كسب السنه فاتت اول ماتشين وما قدرش يواكب، وحصل تغيير محل. يمكن الدور الاولاني السنه اللي فاتت جمع 24 نقطه، الدور الثاني 11. ما شاء الله، يعني المنافس بتاعك ما كانش عاملهم اصلا السنه اللي فاتت. ايوه. ف اي مباراه بتتاخد ماخذ جد، اعتقد ان هذا الانطباع موجود عند اللعيبه الحمد لله، موجود عند الجهاز الفني. ما فيش مباراه سهله، العطاء والجري والروح هي اللي في الملعب، هي اللي بتديك الافضليه والاسبقيه والضغط على الخصم. يعني دايما النادي الاهلي عشان يقول كلمته في ده يخلص المباراه من بدري. فانا بعتبر المحله وجميع الفرق اللي جايه سموحه، الماتش اللي جاي برضو، كل الماتشات بالنسبه لي انا مباريات كؤوس بقت، ادتني الطابع ده. مزبوط. ادتني الطابع ان انا احافظ على هيبتي، احافظ على تقدمي، انا الاقدر، انا الاحسن. ما حدث السنه اللي فاتت ما نشوفوش باذن الله تاني. باذن الله ربنا. فبكل توفيق النهارده بالمأخذ الجد للعيبه كلها. اعتقد اللعيبه حسب بالشكل ده وعندهم معطيات والدوافع والفرديات. صحيح. ان هم يكونوا باذن الله احسن، وعندهم برضو دروس مستفاده من السنه اللي فاتت. مظبوط. يعني تلعب مباراه كبيره جدا ويبقى التحكيم ممكن يبقى ضدك. مزبوط. ممكن بتجيب جول ما تجيلي، ممكن اي حاجه بتحصل عليك، فلازم انت يبقى لك السبق في الاول. صحيح. في اول 20 دقيقه باذن الله تخلص المهمه باذن الله رب العالمين.